وظلت السويس ليلة 23 و24 من أكتوبر ساهرة في انتظارها، فقد كان كل من في داخل المدينة يتوقع بدء الهجوم بين لحظة وضحاها. كانت المعركة المتوقعة في الصباح هي ذروة الصدام الحاسم في حرب أكتوبر، ويشاء القدر أن تكون مدينة السويس الموقع والمعركة هي نقطة التحول التي ستحدد مسار ومسيرة الأحداث. هل تواصل مصر انتصارها أم تنكسر الأحلام والأمنيات على أبواب السويس؟ بدأ القصف الجوي والمدفعي على المدينة في 6:15 صباح اليوم 24 من أكتوبر. كان القصف شديدا على كل مناطق المدينة في محاولة لإضعاف الروح المعنوية للموجودين داخلها. وتنبه أفراد المقاومة إلى ملاحظة هامة، وهي تجنب الطائرات لإصابة المداخل الرئيسية الثلاثة للمدينة من الشمال والغرب والجنوب. كان المحور الأول هو محور الجناين عبر الطريق القادم من الإسماعيلية حيث المدخل الشمالي للسويس حتى منطقة الهويس، وكان المحور الثاني هو محور المثلث وهو المدخل الغربي من ناحية الطريق الرئيسي القادم من القاهرة إلى السويس وامتداده هو شارع الجيش، وكان المحور الثالث هو محور الزيتية هو المدخل الجنوبي للسويس من ناحية طريق الأدبية. وكان معنى ترك الطرق دون هجوم جوي أن العدو سيحاول التقدم عبر هذه المحاور الثلاثة. وكانت خطة القوات الإسرائيلية كما توقع أفراد المقاومة بالفعل أن يتم اقتحام المدينة من المداخل الثلاثة الهاويس والمثلث والزيتية في وقت واحد تقريبا، بحيث يؤدي هذا إلى إرباك الموجودين بداخلها، وبحيث تلتقي الدبابات والمدرعات القادمة من محاور الجناين بعد اختراقها لشارع صدقي مع الدبابات القادمة من محور المثلث عبر شارع الجيش، ويكون تجمعهما في ميدان 40، ثم تواصل تقدمها بعد تأمين ميدان 40 ليلتقيا مع قوة الدبابات الآتية مع محور الزيتية عبر شارع المحافظة وشارع سعد زغلول في نقطتي اللقاء عند فندق بلير وميدان الخضر. وبعد ذلك تتقدم مجموعة من الدبابات إلى بورتوفيق مخترقة طريق السويس وبورتوفيق، وتتقدم قوة أخرى إلى شارع الخضر والكورنيش القديم لتهديد المعبر الموجود في حوض الدرس. أما عن خطة المقاومة فهي إدخال القوات الإسرائيلية واستدراجهم إلى داخل المدينة، ثم يتم مهاجمة تلك القوات ومحاصرتهم، وبالفعل أعد الفدائيون عددا من الكمائن في مواقع استراتيجية بالسويس عند كوبري الهويس وعلى امتداد شارع الجيش في منطقة البراجيلي وميدان 40، ولا يمكن أبدا حصر أسمائهم، فإن هذه الكمائن كانت بحق تتكون من الشعب، فكانت خليطا من أفراد منظمة سيناء وجنود القوات المسلحة ورجال الشرطة وعمال الشركات والفلاحين وموظفي الحكومة والأهالي من التجار وغيرهم، بحيث تجد في هذه الكمائن ضباطا وجنودا وفدائيين وعمال بسطاء. وبالفعل بدأ الهجوم صباح اليوم 24 من أكتوبر، فجاءت أولى قوات الهجوم من محور الجناين في 9:45 صباحا عندما قامت كتيبة من اللواء المدرع الإسرائيلي بالتقدم، وعندما بدأ طلائع الكتيبة بالعبور على كوبري الهويس للوصول إلى شارع الصدق لاجتيازه إلى ميدان 40. تصدت لها الكمائن الموجودة ودارت معركة رهيبة قامت بها مجموعة من القوات المسلحة المصرية بتدبير أول الدبابات على الكوبري، مما أدى إلى تعطيل الكوبري فاستدارت باقي الدبابات إلى الخلف، حيث كانت القوات الإسرائيلية تتجمع في منطقة جبلاية السيد هاشم، ولم تقم هذه الكتيبة بأي محاولة للتقدم من هذا المحور بعد ذلك. أما عن محور الزيتية ففي 10 صباحا قامت الكتيبة المدرعة باجتياز شركة السويس لتصنيع البترول، ووصلت دبابات هذه الكتيبة بالفعل إلى قصر الثقافة، ثم تقدمت إحدى الدبابات إلى مبنى المحافظة، ووقفت دبابة أخرى أمام مدخل ميدان سعد زغلول، بينما تقدمت دبابة أخرى إلى أول ميدان الخضر عند بداية طريق بورتوفيق، وتقدم دبابة أخرى إلى فندق بلير دون أي مقاومة نظرا لعدم وجود أي مساكن أو كمائن أو تجمعات بشرية على هذا المحور، بانتظار موجة الهجوم الرئيسي الذي يتقدم عبر محور المثلث لتلتقي به بعد أن يجتاز شارع الجيش وميدان 40. وفي محور المثلث 40 وفي 10:50 صباحا تقدمت كتيبة مدرعة مدعمة بكتيبة مطلات في عربات مدرعة نصف جنزير على 3 موجات
وكانت كل موجة مكونة من 8 دبابات تتبع كل دبابة عربتان مصفحتان. وكان هذا المحور هو المجهود الرئيسي للهجوم الإسرائيلي على السويس، نظرا لأن طريق المثلث الأربعين يخترق المدينة بالكامل على امتداده حتى منطقة بورتوفيق ويشطرها إلى نصفين. ووصلت الموجة الأولى على هذا المحور إلى منطقة المثلث، وأخذت تجتاز المناطق المواجهة للعمارات الشعبية بالمثلث. ثم اجتازت الموجة الأولى شارع الجيش الضيق، وأخذ قادة الدبابات نتيجة لهدوء قاتم الذي كان يسيطر على المدينة، بحيث لا تسمع سوى أصوات المجنزرات فقط يطلون من أبراج دباباتهم المفتوحة لمشاهدة الشوارع التي يمرون بها. وخيل إليهم أن السويس أصبحت مدينة أشباح بعد أن هاجرها أهلها، ولا يدرون أنهم على وشك الوقوع في مصيدة المقاومة. فالجنود والفدائيون يقبعون في الكمائن. وعندما وصلت الموجة الأولى إلى ميدان الأربعين، فتحت أبواب الجحيم في وجه العدوان، ودارت معركة طاحنة بين المقاومة وقوات العدو، حيث أطلق محمود عواد قذيفة أربجي على الدبابة الأولى، ولكن أصابت الدبابة إصابة سطحية لم تؤثر على الدبابة ذات الماركة الأمريكية الضخمة، واستمرت في السير مخترقة ميدان الأربعين. وكان معنى ذلك أن يستمر الرتل في عبور شارع الجيش وفشل خطة المقاومة. ولكن استعد أفراد المقاومة بكمين آخر عند سينما رويال وسينما مصر، وأطلق إبراهيم سليمان مقذوف RPG ودمرت الدبابة. ونتيجة لذلك توقف كل الطابور المدرع، وتتكدس بعد ذلك الدبابات والمدرعات أمام مبنى قسم الأربعين، ويخرج آلاف الجنود والمواطنون يطلقون النار بكل الغل الذي يحمله قلوبهم نحو الدبابات والمدرعات التي توقفت. فأصيب العدو بالذعر والهلع، حيث أدركوا أنهم وقعوا في كمين لم يكن يتوقعونه، وصدرت لهم التعليمات بترك الدبابات للاحتماء بقسم الأربعين. وأما عن باقي الدبابات الموجهة الثانية فاستدارت هاربة وتصادمت مع بعضها البعض، واندفع أبطال السويس يصطادون الدبابات المذعورة. فانسحب ما تبقى من القوات، غير أن هم ما تركه العدو في ذلك اليوم لم يكن القتلى أو الدبابات المحطمة، بل الشيء الذي تركه في شوارع السويس دون أن يتمكن من سحبه أو إنقاذه، والبقية الباقية من سمعة الجيش الإسرائيلي الذي داسها أقدام شعب السويس في هذا اليوم.